أتذكر في 2006 حينما كانت حرب 2006 خرج حديث لسماحة السيد نصر الله كان يتحدث أنه أي مغامرة بعد أنه انتهت الحرب، نعم، أي مغامرة للكيان الغاصب سوف تكون هنالك استهداف لحيفا وما بعد حيفا، وهذا الخطاب مشهور تقريبا. في معادلة 2024 تم دك حيفا وما بعد حيفا. المقاومة الإسلامية وحزب الله لديه تراكم من الانتصارات ابتداء من الاجتياح في 82 إلى معادلة 2000 و2006، وبالتالي هنالك تراكم وزخم عالي من القدرات والاستهداف، وفي نفس التوقيت هنالك تراجع وتقهقر واضح لدى الكيان الغاصب، ويذهب نحو الوحشية المفرطة، يذهب نحو الاستهداف ويطلق صواريخه ومتفجراته تجاه الرضع والأطفال والعوائل والنساء، ومعروف بالأبعاد العسكرية أن المدنيين هم أسهل الأهداف. على الرغم من هذا، لكن المقاومة لا ترد بهذه الطريقة. بالتأكيد هنالك أخلاقيات يتعامل معها حزب الله، ولا يستطيع أن يستهدف أي مستوطنة فيها مئات العوائل ممكن أن يأتي بنفس النتائج. هذا فرق أخلاقي وقيمي كبير جدا، ويقود المعركة بمستوى عالي من الأخلاق، فضلا عن مستوى عالي من ضبط النيران، فهو يعرف أن يستهدف وكيف يستهدف. كل المعادلة كانت حتى معادلة البيجر ومعادلة الكشف هي لكشف حزب الله وكشف أنفاقه وكشف منصاته الصواريخ الصاروخية، لكن بعد كل هجمة يتحدثون عن استهداف للمنصات تكون هنالك رشقة صاروخية. بالتالي واضح جدا لدى كل المتابعين أن نتنياهو ذهب بهذه المغامرة ليتخلص من مستنقع غزة وسقوطه بهذه المعادلة، هو ذهب لتوسعة الحرب حتى يذهب إلى معادلة الإنهاء الحرب، وواضح جدا أنه رسائل الصواريخ واستهدافاتها وطبيعة الاستقرار تترك 5 ساعات 6 ساعات يتم العودة مرة أخرى تستهدف هنا تستهدف. فبالتالي أنا أعتقد هنالك تراكم من النصر، وهذا يعطي زخما كبيرا أنه المعركة بحساباتها المنطقية هي باتجاه حزب الله وباتجاه غزة وباتجاه المحور.